بدنا نحكي بالفقرة القانونية عن موضوع بهم كثير من السيدات والرجال. بدنا نسلط الضوء على نوع من أنواع الطلاق، ولا سيما الطلاق التعسفي. بالفترات الأخيرة، بالسنوات الأخيرة، صار في تفاقم بحالات الطلاق. لما نقول طلاق تعسفي، يعني عم نحكي عن طلاق بدون أي سبب، بدون يمكن رضا الزوجة يا رشا، أسباب كثيرة. يمكن هذا الشيء بيسبب ظلم للمرأة، وخصوصا إذا كان في أطفال هنن خاسر الأكبر. دائما الطفل بيكون هو حلقة الأضعف بأي مشكلة بين الزوجين، ودائما هيك بيقولوا مثل الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. اليوم الطلاق التعسفي رح نتعرف عليه ضمن الفقرة القانونية. مؤخرا صار في تعديل على قانون الطلاق التعسفي، أكيد حنضوي عليه، حنعرف حقوق المرأة في حال كان الطلاق التعسفي. أكيد معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأستاذة وئام الخوالدة. يسعد صباحك استاذة وئام، واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك استاذة. صباحك اهلا وسهلا فيك. يمكن موضوع ثقيل شوي على الصباح، ولكن الطلاق منتشر بشكل كبير بالسنوات الأخيرة. عم نسمع يمكن ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او على ارض الواقع من الناس اللي حوالينا. خلينا نوضح بداية، نحن شو بنقصد بالطلاق التعسفي بالقانون السوري؟ الطلاق التعسفي حددت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الطلاق التعسفي، بأنه بيتم هذا الطلاق بإرادة الزوجة المنفردة. تمام. يعني إذا طلق الزوج زوجته، الزوجة بهي الحالة بتستحق التعويض. تماما. طبعا هذا الطلاق بيكون يعني بلا سبب، فينا نقول، أو أنه بغير رضاها، أو حتى هي من دون ما تطلب، بغير علمها. تماما. هي هذا الوقت بنشوف نحن بالمسلسلات انه خلص اوكي بدي ابعث لك ورقه طلاقك، فهذا المعنى الحرفي يعني موجود. تماما موجود، هو بالقانون موجود، بس نحن بنشوفه بس من خلال التلفزيون، بس هو فعليا موجود، لانه يعني هي ما بتكون طالبه هذا الشيء. تمام. وما عندها علم حتى فيه ابدا، يعني ابدا. خلص انه انا قاعده اوكي بتجيني ورقه طلاقي، هي الفكره. فهون بصير في تعسف باستعمال هذا الحق من قبل الزوج تجاه الزوجة، يعني مثل ما بيقولوا في مفاجأة للزوجة بالموضوع. تمام. حتى في ظلم كمان، هو يعتبر يعني نوع من أنواع الظلم للزوجة. يعني دائما شعارات خلينا نقول التساوي بين الرجل والمرأة، ودائما الرجل بيقول انه اخذت حقها وزيادة، ولكن بثغرات كتير صغيرة مثل فقرتنا لليوم نعرف انه هي لا، لسه ابسط حقوق الحقوق لا الى ما وصلت له. اليوم هل قضائيا اليوم في حالات تثبت هذا الطلاق ولا، او القاضي خلص يعني بناء على رغبة الزوج؟ هلا هو بناء على رغبة الزوج، بس لازم يكون في شروط مثل ليتحقق الطلاق التعسفي. مثلا انه يكون بلا سبب، سبق وحكينا انه يكون من دون رضا الزوجه او من دون حتى علمها. يعني بيقدم للقاضي اليوم اسباب يحقق شروط الطلاق؟ تماما في اسباب، بس يعني لينقبل هذا الطلاق، او بالاحرى ليكون هذا الطلاق صحيح او بالمعنى الحرفي طلاق تعسفي، المفروض انه يكون في اسباب. تمام. طبعا اسباب ممكن هو يشوفها انه معقوله، بس هي بالواقع ما انا معقوله. يعني ممكن نقول اسباب غير مقنعه. قضائيا ما بيتدخل الحكم القضائي فيها كونه تعسفي؟ هلا في شهر للمصالحه اجباري باي نوع من انواع الطلاق، في شهر للمصالحه، سواء بالمخالعه سواء بالتفريق، بكل انواع الطلاق في هذا ممكن الشهر. ممكن يمتد هذا الشهر ام هو شهر بس للمصالحه؟ هلا هو شهر للمصالحه، بعدين ممكن في حال انه بيجمعهم القاضي. نعم. لما بيشوف انه الزوج لا هو مصر على رايه فبيطلع الحكم. تماما. طيب خلينا نوضح اكثر، اليوم القانون ميز الطلاق التعسفي عن غير انواع من الطلاق؟ هلا في نعم تمييز بالنسبه لموضوع التعويض. هلا اذا بتلاحظي بالتفريق عندك او بالمخالعه الرضائيه ما في شيء اسمه تعويض. واصلا بينعدم حق الزوجه بالمطالبه بالتعويض. يعني مثلا لما الزوج بيقدم على هذا الشيء يعني بإرادته المنفردة، انه ما حيكون برضاها هي. تمام. فلازم يكون في تعويض، وطبعا هذا التعويض فيه له نسبة معينة. طيب خلينا نروح للتعويض. اليوم المرأة وقت بيكون بهذا الحال خسرت كل شيء، خسرت بيتها، خسرت أولادها، خسرت المجتمع، خسرت نفسيتها بالنهاية. تماما. آلاف التعويضات ما رح تعوضها ولو جزء بسيط عن خسرته بحياتها، ولكن قانونيا اليوم هيك كرمال نضوي، كيف اليوم بيتم حسب أو حسبان التعويضات للزوجة بحال الطلاق التعسفي؟
هلا بالنسبه لموضوع التعويض هو بما لا يعني ما يتجاوز لثلاث سنين هي النفقه اضافه لنفقه العده. يعني بيضاف لها ثلاث سنوات تماما. يعني النفقه هي بتكون يعني ما بتتجاوز لثلاث سنين كمان اضافه لنفقه العده، يعني هي لحال وهي لحال. وهذا الامر يعني بحسب حال الزوج، يعني القاضي بيقدره مثلا انه ممكن جمله او شهريا، وحسب يعني اذا كان موظف او اذا كان مقتدر. هي النسبه يعني فينا نقول انه هي متروكه للقاضي، يعني هي تقديريه للقاضي او لقناعه القاضي. والاطفال اذا كان في اطفال يوم على شو استند الطلاق التعسفي بالنسبه للاطفال؟ الاطفال النفقه المتعارف عليها بالنسبه يعني. للحضانه هل اليوم في شيء جزء يعني بخص الطلاق التعسفي كونه تعسفي انه بيبقوا مع امهم او مع ابوهم او لا، يعني حسب الحضانه والاعمار؟ هلا بالنسبه لموضوع الحضانه نحن بنعرف انه لعمر ال 15 الحضانه بتضل موجوده للام، بعد ال 15 بيبقى شيء ثاني. طيب خلينا نوضح اكثر، اليوم صار في شيء تعديلات على احكام الطلاق التعسفي؟ هلا بعد صدور القانون ل 2019 صار في تعديل بسيط. سابقا كان يعني الزوج او المطلق غير ملزم، يعني غير ملزم يعني انه خلص بيحددوا نسبه التعويض على مبدا انه اذا هذا الشيء او بالاحرى هذا الطلاق سبب ضرر او بؤس او فاقه للزوجه. هذا الحكي سابقا، بس بعد التعديل ايوه ل 2019 لا، صار المطلق ملزم بهذا الشيء، ملزم بالتعويض. اما سابقا لا، هلا كان بيتحدد حسب نسبه الضرر فقط. يعني ممكن سابقا انه خلص اذا كانت هي موظفه مقتدره انه ما في داعي للتعويض، تمام، بس اليوم لا هو ملزم. طيب اليوم في كثير من الازواج اكيد عم يشوفونا، واليوم مثل ما بيقولوا ساعه الغضب ممكن تعمل خربان بالبيت. اليوم قضائيا وقانونيا وقت اللي بيروحوا لعند القاضي بموضوع القضاء التعسفي بنعطي شهر مصالحه وبعد الشهر يعني خلص الاجراء رح يمشي، رح تتبلغ الزوجه. هل بتفوت بعده؟ هل بتفوت شو بعد الاجراءات اللي بعدها؟ هل ممكن في رجعه اذا طلع قرار الطلاق؟ هلا بالنسبه لموضوع انه الارجاع، هلا لو كانت الاجراءات ماشيه بس خلال شهر المصالحه اذا تم الارجاع او مثل ما بيقولوا اذا تم الصلح، فبتنتهي يعني اجراءات الطلاق التعسفي بتنتهي قولا واحدا. تمام. يمكن اليوم رشا بتلاقي في كثير من السيدات بيعانوا لحتى يحصلوا على الطلاق، يمكن هي بدنا نقطع عم نحكي فيها، يعني يمكن الزوج يماطل اليوم، يمكن يصير في كثير اشكاليات او اجراءات. شو بتتصرف اليوم السيده بهي الحاله؟ هلا اغلب الازواج يعني مثل ما بيقولوا بينتهي فيهم المطاف لهذا الشيء، انه خلص انا لازم مطمئت، لازم مثل ما بيقولوا يعني ما اعطي اللي على كيفها. بس يعني غلط. هلا السيده شو بتتصرف بهذه الحاله؟ القانون بيحميها هون بهي النقطه بخصوص انه اذا كان في تماطل اليوم من قبل الزوج بالطلاق او كان المحامي حسب التبليغ اليوم، يعني هو تماما هي اجراءات روتينيه يعني. هلا ممكن يصير في تلاعب كمان بزياده تماما بالنسبه لموضوع التبليغ، يعني بصير في كثير قصص، ولكن بالنهايه اليوم رح تحصل على اذا كان هي المبادره لهي القصه. طبعا يمكن كنا عم نحكي بنقطه قبل الهواء انه اليوم طلاق التعسفي بينزل بدايتين بيحكم على هي الانثى بالطلاق، خلينا نقول الانهيار الاسري والمجتمعي. ولكن اليوم المراه اذا بدها تروح على المحاكم فهي رحله طويله، رحله اشهر يعني لحتى تقدر تاخذ هذا القرار بالطلاق. دائما هيك في نصائح قانونيه بتحبي حضرتك وكل حدا بهذا المجال يوجهها للناس اليوم هيك قضائيا، يعني شو اكثر شيء الناس عم تعاني منه او الازواج بالمحاكم؟ هلا عم تعاني بالمحاكم من موضوع انه عم تتزايد هي الحالات للاسف بشكل يومي. يعني عم نشهد حالات طلاق كبيره، بتطلع هيك انه شو الاسباب، هي فعليا الاسباب معينة؟ عم تكون غير مقنعه. في احصائيات معينه لهذا الطلاق ولا؟ والله هلا احصائيات معينه لا، يعني يوم بتلاقيه متزايد يوم بتلاقيه عادي، بس كله بصب بطريق واحد اللي هو سوء الحياة الاجتماعية عم يخلي انه ما حدا
يعني ما حدا الزوج عم يتحمل تماما ما حدا عم يتحمل حدا. عم تقولي بنظرة قانونية انه الاسباب غير مقنعة، ولكن اليوم المرأة او الرجل، خلينا نقول المرأة اليوم مو دفاعا عن هاي القصة، اليوم بجوز تفكر بالخطوة ألف مرة قبل ما تخطيها يعني. فاليوم وقت بتوصل على المحكمة بتكون يعني خلصت كل الفرص وخلصت كل الخيارات بحياتها يعني. بتكون اسباب مقنعة بالنسبة لها كثير أكيد. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لليوم الأستاذة وئام خوالدي، أهلا وسهلا فيك. حبيبتي تسلمي لي كلك ذوق، شكرا. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذة وئام، وهيك بنتمنى دائما السلامة الأسرية لكل الناس، وهيك تبقوا باستقرار وأمان على طول.